او جت احمد الكاس. الاسم ما فيهوش كاس. هم لا ما فيه. انا احمد عبدو عبد العزيز الشهرة احمد الكاس. هي الشهرة هقول لك على حاجه. انا كان كان الاسم لغايه لما لعبت فريق اول كان احمد عبد العزيز. وبعد ساعات كانوا ايه بيقولوا ايه الكاس الكاس. كان قبل الماتشات كنا بنلعب ماتشات الدوري. كان زمان كانوا عشان يسلوا الجمهور فكان مدرسه الكوره يعملوا ماتشات بينهم يعني تقسيمه بينهم بعديهم عشان الناس ايه ما تزهقش. اللي كانت الناس بتيجي من بدري يعني مثلا الماتش الساعه 3 ماتشات الدرجه الاولى فبيبقى مثلا الساعه 1 يبقى موجودين. فكنا بنلعب قبل الماتشات فكان كابتن محمد الكاس كبير طبعا نجم النادي الاولمبي وقتها فكنا بنلعب. ففي بعض الناس كانوا يقول لي ايه ده شبه احمد الكاس شبه محمد الكاس الكاس صغير كده. لما لعبت فريق اول كان عندنا اثنين احمد عبد العزيز. كان في احمد عبد العزيز معانا كان بيلعب باك ليفت وانا فكنا بنلعب مع بعض. فقال لك لا هنفرق بين احمد عبد العزيز ده واحمد عبد العزيز ده احمد الكاس باحمد الكاس عشان ده بيطلقوا عليه ان هو ايه احمد الكاس. لكن طبعا شرف ليا طبعا ان انا احمل اسم كابتن محمد الكاس الكبير. كاس الكبير والحمد لله رب العالمين يعني من الجيل الذهبي. طبعا 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 طب كابتن احمد الكاس بقى وهو صغير لسه ولد صغير مين اللعيب اللي كان محبب ليك؟ مين اللعيب المفضل ليك؟ مين اللعيب اللي انت كنت دايما كده رسمه في خيالك ودايما بتعلق له صور في اوضتك؟ هو يعني اقول لك الحاجه كان كابتن فاروق جعفر. كنت بلعب نص ملعب كنت بحبه قوي يعني وكنت اتمنى ان انا اوصل لربع مستواه لان من السرهات اللي كان بيعملها. وانا بطبيعه الحال كنت بحب الكره الحلوه يعني حتى كمان عمامي كان الله يرحمهم يعني كان محببني في الكوره. فكان كابتن فاروق جعفر ده كان يعني والله المثل الاعلى. كان هو مثلا ان انا بشوفه عايز عايز اشوفه. وحاجه تانية برضك دوليا او عالميا كان ميشيل بلاتيني. كنت بحس ان هو بيعمل حاجتين. بيعمل حاجتين ان هو بلاي ميكر وفي نفس الوقت كمان يعني هداف. فالاثنين دول كانوا محببين جدا لقلبي قوي وان انا بحب اتفرج عليهم. وكنت بعد ساعات كنت بجيب شرايط فيديو زمان بقى مش السيديات دلوقتي شرايط فيديو عشان اقعد اتفرج عليهم يعني على بلاتين. واقعد اتفرج واقعد اتعلم منهم يعني من لعبه بيعمل ازاي بيشتغل ازاي. كنت بقعد اتفرج عشان مش هقول اقلده لا لكن كنت باخد منه الحاجات اللي كويسه ان انا اقدر استفاد منها يعني. طب لما دخلت بقى نادي الاولمبي وبقيت في مدرسه الكوره واكتشفك وقتها كابتن فتحي النحاس بدات الرحله من نادي الاولمبي بالظبط. احكي لنا بقى الفتره دي ان فتره الناشئين برضو من اهم الفترات اللي انت كان مين جيلك وقتها. يعني انا لما لعبنا 15 سنه كان معايا مجموعه كبيره قوي منها صعد معايا الفريق الاول. كان معايا سيد رمضان كان معايا المجموعه اللي احنا لعبنا بيها النادي الاولمبي. وكان يعتبر عملنا انجاز في وقت من الاوقات. كان عطيه عبد الهادي والسيد رمضان ويوسف عز واسامه ميكا وكان مدحت السيد محمد الله يرحمه ومحمد طه مش عايز انسى حد وشريف عبد شريف دول كلهم بعد كده لعبوا درجه لعبنا كل ده لعبنا فريق اول وكنا مع الناشئين مع بعض. هيثم فاروق كمان وانضم الينا مش عايز انسى حد لان في ناس كتيره جدا كانوا موجودين معانا وكانوا قامات كبيره جدا. ايمن ابو زيد عاصم زغلول احمد ساري ما شاء الله اسماء كبيره اسماء ولعبنا وفي نفس الوقت كمان يعني عملنا انجاز كبير جدا مع النادي الاولمبي. يعني كنا في الناشئين مع بعضينا طلعنا مع بعض فكانت كل حياتنا مع بعض. لكن عملنا شكل كبير جدا للنادي الاولمبي حتى وصلنا في احد المراكز اللي احنا وصلنا للمركز الرابع يعني. كنا بننافس لنهايه قبل النهايه كده على بطوله الدوري. في الناشئين كنت مميز مش قوي لان كان في لعيبه